صباح الخير. اليوم بدنا نحكي عن السؤال الثاني من أسئلة الفيسبوك. جاني سؤال عن التويتر، الإعلانات على تويتر وعلى الإنستغرام. بالنسبة للتويتر في منطقة الشرق الأوسط في بس شركة واحدة موكلة من تويتر إنهم هم يعملوا الإعلانات عن أي شركة. اسم الشركة كونكت أدز، لهم موقع بمصر، بدبي وبالسعودية. أول حملة لازم تكون الميزانية على الأقل $10,000، وبعد هيك ممكن تكون على الأقل $3,000، بس أول وحدة لازم تكون $10,000، بعدين بصير $3,000، ممكن تقسمها على 3 أشهر. هاي بالنسبة للتويتر. بالنسبة للإنستغرام، الإعلانات على الإنستغرام وصلنا إنه رح يبدو يفتحوا الإعلانات على الانستغرام في منطقة الشرق الأوسط بشهر 10، وأول كم أسبوع رح تكون لشركات كبيرة، وبعدين رح يفتحوها للجمهور، أي واحد ممكن يعمل ترويج على الانستغرام. هذا بالنسبة لموضوع الترويج على التويتر وعلى الانستغرام. في سؤال تاني عن الأورغانيك ريتش. الأورغانيك ريتش معناته أنه الوصول المجاني. فكل صفحة لشركة لما ينزلوا بوست على صفحتهم ما بوصل لكل المعجبين، بوصل بس لنسبة معينة من المعجبين. ففيسبوك عندهم حسبة ألغوريثم، حسبة خوارزمية، حكوا إذا إحنا وصلنا كل بوست من كل صفحة لكل معجب راح تتسكر كل الخط الزمني لكل المستخدمين، حيكون مليان في إعلانات وشغلات ترويجية، وإحنا ما بدنا إياها تكون هيك، إحنا بدنا إياها تكون شغلة مفيدة. فنزلوا نسبة الوصول من كانت أول إشي 16% نزلوها ل 1%. فهلأ كل صفحة لما يكون عندها مثلاً 100 معجب ونزلوا بوست على الصفحة، توصل البوست هذا رح يوصل بس لمعجب 1% على الخط الزمني تبعه. فشو الحل؟ الحل سهل جداً، عندكم أنتوا طريقتين. أول طريقة أنه تدفعوا وتروجوا ترويج مالي للبوستات، بحيث انه البوست هذا هيوصل بس لواحد بالمية، بس انا ممكن ادفع فلوس انه يوصل لناس اكثر من المعجبين او من الجمهور. والحل الثاني اللي هو التسويق من خلال المحتوى، content marketing. فلازم نشتغل على المحتوى تبعنا انه يكون تفاعلي اكثر. كل ما كان المحتوى تفاعلي اكثر وجذاب انه يكون تفاعل اكثر، الناس تفاعلوا معه، بصير اصدقاء الشخص المتفاعل بشوفوا كل الحركات اللي بعملها على البوست، وهذا بيعطينا اكسبوجر اكبر من الاورجانيك ريتش. سو ايش هي انواع البوستات التفاعليه؟ على كل بوست، كل منشور على الفيسبوك له كم نوع. في عندنا البوست اللي هو تكست، اللي هو بس الكلمات بدون اي روابط او صور او فيديوهات. فعندنا اول شيء تكست بوست، بعدين عندنا الرابط بوست اللي هو بتنزل منشور في رابط. فإذا نزلت فيديو يوتيوب هذا يعتبر رابط، ما يعتبر فيديو. بعدين في صور، تنزل صورة، هاي البوست المرئي بسميه. وفي بوستات ممكن تنزل فيها ترفع الفيديو على الفيسبوك، هذا اسمه فيديو الفيسبوك. فإيش أنواع هي البوستات المهمة؟ فبدنا نحكي عن البوستات التفاعلية. أول إشي لازم يكون فيه call to action، فلازم يكون البوست فيه توجيه. فلما تكتب أنت بوست لازم تحكي للناس إيش يعملوا. فممكن تحكي لهم الرجاء، الضغط هنا لمعرفة المزيد. فلازم يكون في عندنا call to action. بعدين البوستات المرئية، مثل بدل ما أكتب أنا مثلا حكمة بنزلها كتابة، لا بنجيب صورة حلوة وبكتب الحكمة على الصورة، بسميها text overlay، التكست على الصورة بكتبها وبنزل صورة حلوة والحكمة موجودة عليها. هذه بتعطي تفاعل وبتشجع الناس يتفاعلوا مع البوست أكثر من أنه يكون كتابة فقط. عندنا شغلات كتير غير هيك. في موجود عندنا مثلا أسئلة، ففي عندنا نوعين من الأسئلة، الأسئلة المفتوحة والأسئلة المغلقة. المفتوحة مثلا مين راح تشجعه اليوم؟ الأسئلة المغلقة راح تشجعوا الفريق ألف أم الفريق باء. ففي فرق بين نوعية السؤال. دائما الأسئلة المغلقة بتعطيك تفاعل أعلى بكتير من الأسئلة المفتوحة. فدائما أنا بسأل الناس وأعطيهم خيار، بتكون ألف أو باء، بتكون أبيض أو أسود.
فهذا بشجع كثير. في كمان املأ الفراغ، من القائل، هذه نوعية البوستات بتسوي تفاعل عالي كثير. رح تستغربوا بس بوستات اللي هي جريتينجز، التحية، صباح الخير، كل عام بخير، رمضان كريم، هذه بتعطي تفاعل برضو كبير جدا. مسابقات على الخط الزمني، فممكن تسألوا سؤال، الرجاء مثلا النشر، إعادة النشر مع ذكر الهاشتاج مثلا، أو هذه هاي بنسميها مسابقات. وآخر شيء الانفوغرافس، الانفوغرافس هي دائما جذابة وبتعطي للناس فرصة كبيرة لأنهم يتفاعلوا معها. فخلق بوست تفاعلي بيساعد كتير في نشر المحتوى تبعكم. وآخر نقطة مهمة جدا، أنه نوع المحتوى اللي بننزله لازم يكون ثلاث أنواع، ما يكون بس له دخل بالشركة أو المنتج أو الخدمة. ففي عندنا أول نوع اللي هو براند كونتنت، المحتوى اللي دخل بالشركة. ثاني نوع اللي هو سيكتر كونتنت، محتوى اللي دخل بمجال العمل، فلازم يكون إحنا عندنا مصادر محتوى دورنا عليها لقيناها، فإحنا بنكون مطلعين على كل إشي جديد بنزل في مجال عملنا وبنعيد نشره للجمهور تبعنا. فهي مهمة جدا، بتخليك أنت صاحب فكر، بتخليك أنت ثوت ليدر في مجال عملك. وآخر نوع اللي هو سوشيال كونتنت، اللي هو محتوى اجتماعي، اللي هو حكينا عنه قبل شوي، اللي دخل بالتحية، اللي دخل بالمسابقات، اللي دخل بالحكم والمقالات ومن القائل والأسئلة. فهاي ثلاث أنواع لازم تكون موجودة على صفحتك، مش بس نوع واحد، ثلاث أنواع محتوى. شكرا كثير، وإن شاء الله يعني نلتقي فيكم في السؤال الثالث.